حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة الأخبار العالمية من قناة تشات 24، وأبدأها لكم من الصين، حيث عقدت البعثة الطبية الصينية 19 إلى داكار جلسة توضيحية للطب الصيني التقليدي، حيث تم تنظيم هذا الحدث من قبل معهد كونفوشيوس في مدينة داكار. تفاصيل الخبر في تقرير الزميلة خديجة أبو بكر. ازدحمت قاعة كونفوشيوس في داكار بالطلاب والموظفين والإداريين والضيوف لحضور الجلسة التوضيحية للطب الصيني التقليدي التي قدمتها البعثة الطبية الصينية 19 في داكار، حيث قالت سوي بأن طلابهم يدرسون اللغة والثقافة الصينية، والطب التقليدي هو جزء من التراث الثقافي الصيني، ولهذا السبب يحاول أن يقدم لهم المعرفة حول هذا الطب. ووضح مريض آتي من كورمسار من ضواحي داكار بأن الأب يعاني من آلام المفاصل، وسارت جلسة الوخز بالإبر الأولى بشكل جيد. وقال المريض: كنت أعاني من مشاكل في المفاصل، بالأمس أوصاني أخي بمدام دورا وأشعر أنني أصبحت أخف قليلا، إنها المرة الأولى وإنها تجربة جيدة حقا. كما يقدر المرض السنغاليون الطب الصيني التقليدي، ويقبل المرضى عموما العلاج بالوخز بالإبر. وأكدت شو تشانغ سونغ طبيب البعثة الطبية الصينية 19 إلى السنغال: نحن لا نستقبل المرضى السنغاليون فحسب، بل نستقبل أيضا جنسيات أخرى. وإلى فلسطين، حيث دعا مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الامتدادات إلى المحتاجين المتضررين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر. دخلت 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح يوم السبت، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين القطاع الساحلي المحاصر ومصر بعد حصار دام أسبوعين. وكانت الشاحنات محملة بالمساعدات الطبية التي تبرعت بها المؤسسات المصرية، بما فيها التحالف الوطني لعمال التنمية المدنية والهلال الأحمر المصري، لكن المساعدات كانت جزاء صغيرا من الكمية اللازمة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة. ودعا محمود أبو عطا مدير الإمدادات في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذي كان عند معبر رفح يوم السبت المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لضمان إيصال الإمدادات الطارئة إلى سكان غزة. منذ أن بدأت الجولة الأخيرة من الصراع بين حماس وإسرائيل في يوم 7 أكتوبر، قتل ما يقدر بنحو 1400 إسرائيلي وأصيب أكثر من 460 آخرين. وأكد الجيش يوم السبت أن ما لا يقل من 210 إسرائيليين محتجزون لدى حركة حماس في قطاع غزة. للإشارة، قتل ما مجموعة 4385 فلسطينا في غزة، وأصيب حوالي 13560 آخرين وفقا لوزارة الصحة في غزة، بينما واصل الجيش الإسرائيلي تحذير سكان مدينة غزة بضرورة الإجلاء إلى جنوب قطاع غزة يوم السبت. وقد نزح حوالي 1.6 مليون شخص، ما لا يقل عن 60% من سكان غزة، نتيجة للهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ الصراع، وفقا لبيان صدر يوم السبت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. اختتمت المرحلة الأولى من النسخة 134 لمعرض الصين للاستيراد والتصدير المعروف باسم معرض كانتون بحضور مثير للإعجاب مقارنة بالنسخة السابقة. ماجد محمد زكريا والتفاصيل. شهدت المرحلة الأولى من الحدث حضورا ملحوظا لأكثر من 100,000 مشتري من 210 دولة ومنطقة، وقد حظيت الصناعات الرئيسية مثل الإلكترونيات والأجهزة وسلع الاستهلاكية اليومية وأدوات الأجهزة اهتماما كبيرا من هؤلاء المشترين. ومن خلال المعرض حققت الدول المشاركة في مبادرة الحزم والطريق منافع متبادلة ونتائج مربحة للجميع في إطار مبادرة الحزم والطريق، ولم يقتصر الأمر على شراء المنتجات الصينية فحسب، بل إنشاء أيضا قنوات لبيع المنتجات المميزة في الصين. وعلى مدار العقد الماضي تطور المعرض ليصبح
منطقة هامة للتواصل التجاري بين الصين والدول مبادرة الحزام والطريق الأخرى، مما يشهد النمو نشاط تجاري بين الصين وشركائها في إطار الحزم والطريق. وينقسم المعرض إلى 3 مراحل مع الاستعداد للمرحلة الثانية بالفعل، ومن المقرر أن تبدأ يوم الاثنين. وستركز هذه المرحلة على عرض المنتجات المنزلية والهدايا والديكورات، فضلا عن مواد البناء والأثاث. وشارك فيها مجموعة من 9600 عارض خارج الإنترنت، منهم أكثر من 200 شركة من 29 دولة ومنطقة معارض الاستيراد. ويعد معرض كانتون الذي تم إطلاقه في عام 1957 والذي يقام مرتين كل عام مقياسا رئيسيا للتجارة الصينية الخارجية. تم تسليط الضوء على أكثر من 5000 كتاب صيني عالي الجودة في معرض فرانكفورت للكتاب النسخة 75 بألمانيا، مع مشاركة ما يقارب 100 دار نشر في تعاون مثمر وصياغة التفاهم بين الثقافات. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة عثمان. وقدم أكثر من 4400 عارض من 94 دولة ومنظمة أحداث أعمالهم ومنشوراتهم. وبحسب المنظمين يركز الحدث على قضايا مثل الأزمات الدولية وتغيير المناخ والذكاء الاصطناعي، وبالإضافة إلى ذلك كتب الأطفال والمراهقين وأرض الاتجاهات التنمية والابتكارات التكنولوجية في مجالات النشر والترجمة والإعلام. وتم تنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات والندوات وقراءات خلال الحدث. وشارك في المعرض أشر مؤلفين صينيين بارعين تحت شعار القصص الصينية في الحوار مع العالم. وتم تنظيم أحداث مختلفة لنقل القصص الصينية الغنية إلى قراءة العاميين، وأنها يمكن أن تنشر الكتاب والأعمال الممتازة في العالم وتعزز ترجمة الكتب الصينية. وجاء هؤلاء المؤلفون إلى هنا مع أعمالهم على أمل التواصل مع دور النشر في جميع أنحاء العالم. وقال نائب رئيس الرابطة الكتاب الصينيين: بدأ معرض فرانكفورت للكتاب في عام 1949 وأصبح أكبر معرض في العالم لصناعة النشر. النبأ الأخير، ومنه افتتحت دورة الألعاب الآسيوية البرالمبية 4 رسميا في مدينة هانكتوش في مقاطعة تينغ شرقي العاصمة. الحفل مذهل يضم عروضا فنية مدعومة بتطبيق التكنولوجيا الجديدة. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل الجزولي محمد علي. افتتحت دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية 4 رسميا مساء الأحد 22 أكتوبر في مدينة هانغشو حاضرة مقاطعة تشيانغ شرقي الصين، بحفل مذهل يضم عروض فنية مدعومة بتطبيق التكنولوجيات الجديدة. وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني جيانغ شيانغ وانغ، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، افتتاح الألعاب في حفل الافتتاح الذي بدأ في الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي في ملعب مركز هانغشو الرياضي الأولمبي. وحضر حفل الافتتاح الذي تم بثه على الهواء مباشرة ممثلو الدول والمناطق المشاركة والمنظمات الدولية، من بينهم رئيس اللجنة البارالمبية الأسوية ماجد راشد ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندور بازور. وأقيمت مراسم رفع العلم الوطني الصيني مع عزف النشيد الوطني، ودخلت وفود الدول والمناطق المشاركة إلى الملعب حسب الترتيب الأبجدي، وبقيادة وانغ شاو لاعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة وسونغ غانغ لاعب مبارز السلاح على الكراسي المتحركة. دخل الوفد الصيني في آخر الموكب إلى الملعب. يذكر أن الوفد الصيني مكون من 723 عضوا، من بينهم 439 رياضيا يتنافسون في 397 حدثا في جميع الألعاب الرياضية ال22، ويتنافسون إجمالي 3800 رياضي من بين 45 دولة ومنطقة في آسيا، في 22 رياضة و564 حدثا حتى 18 من أكتوبر. مشاهدين الكرام، نهاية النشرة. تقبلوا تحيات فريق العمل، إلى جديد الملتقى.